أمي يا أم الويفة يا طيب من الجنة يا خيمة من حب وويفة جمعتنا بالحب كله تعلمت الصبر منك يا يما الهوى انت الهاضر محتاجة شمة كل عام والأم العزيزة الحنونة بألف خير نحب نقلها كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأم خل ننتقل إلى الجولة ونشوف شنو قدمتوا للأم العزيزة بهاي المناسبة السعيدة ربي يحفظ أمهاتكم جميعا مرحبا شلون الصحة مريم مريم كلها لونا زهراء زهراء كل الهلا بيكم تسلم عيد الأم اليوم يعني شيء مين وصف أمي أجمل أم بالدنيا ربي يحفظها إن متذكرة عيد الأم يعني مقدمت لها شيء لا ما مقدمت لها شيء حاليا بس عايدتها بس إن شاء الله بس باكر أرجع راح أقدم لها شيء شو تحبين توجهي لها كلمة بهذا أحبش والله يخليش خيمة إنا سلمك وهنا أنا أجمل امرأة بالعالم الله يحفظها إلي خليها خيمة متذكرة عيد الأم يعني طبعاً. أنتي قدمتي لها شيء او تريد تقدمي لها شيء من خلال المربع اريد اقدم لها شيء اول شيء كل عام وهي بخير بعد كل الهلا كل عام وانت بخير وصحه وسلامه الله يسلمك قدمتوا لها هديه قدم لها احد هديه في هاي المناسبه والله اولادها الحمد لله احنا عندنا 6 اولاد الحمد لله والشكر واربع شدايد هو اي اربع واربع بنات ما اربع شدايد قدموا لها هديه يعني تليق بالعيد الام يعني ذكروها لا طبعا كانت الهدية قبل الفطور اي قبل الفطور أي. والحمد لله يعني زين انا اسئله لطيفه اريد اقدم لك هديه انا تسلم شكرا تسلم انا اريد اقول لك يا امي يا ام الويفه يا طيب من الجنه يا خيمه من حب وويفه جمعتنا بالحب كنا تسلم رحم الله يسلمك وصحه وسلامه وكل عام وانت بخير شو تحبين تقولين بهاي المناسبه والله الله يحفظ الاولاد ويحفظ الشعب العراقي ويحفظك طبعا اكيد تسلم الله يخليك لهم ان شاء الله ويحفظ صاحب بيتي وشنايني شو تحب تقدم الكلمه انا اقول ام بتوصف عن الام الدنيا وما فيها يعني الام احسن نعمه رب العالمين مطينا اياها الله يحفظها ان شاء الله شكرا جزاك الله الف خير شنو قدمت لها بهاي المناسبه شعر اي شيء هديه رمزيه او اي شيء او كلمه او كل عام وانت بخير اشترت لها ملابس ما شاء الله ملابس ما شاء الله الحمد لله الله ان شاء الله يحفظ كل الامهات ويحفظ والدتك ان شاء الله شكرا جزاك الله الف خير كل عام وانتم بخير بلسان الكردي بلسان الكردي امن بنوري خوم وبيروز باي روجي داك دكم دايك زور عزيزة بيروز بلهم ولا شيء بهجة بن بي دايك عند ساوماني حمو كذب الرز وحرمتي دايك بقري حرمة مال أمي على رأسي على طبعا على فكرة للكاميرا ما أقدر أسوي هيك لأن ما أعرف كيف بس هو قدم تحية للأم بمناسبة عيدها هي بعد طاق تحية بلسان اللي أوكي شكرا جزيلا شكرا كل عام وانت بخير وانت بألف صحة وسلامة في دول قلبك اليوم عيدك اي في دول عينك وعيد الأمهات كل عام وانت بخير وانت بألف خير ويا ربي طولة العمر إليك في دول عمرك من ذكريك من العائلة من البنات البنات في دول قلبهم في دول عمرهم ما شاء الله فطروني وطلعوني ما شاء الله قعدوني مجاريني وراح يجيبوا لي هدية شنو ما وصلتش هدية بعد لحد هسه؟ لا هسه راح يشتروا لي شنو 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 قالوا لك مثلا؟ قالوا لي شنو اللي بنفسك؟ قلت لهم لا ما اكلفكم انا ما شاء الله اي فدوة قلبك عليهم ها؟ اي والله قلبك عليهم المحامية وحدة محامية وحدة مهندسة الحمد لله الحمد لله وجابوني بالسيارة شلون 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 استقبلوا هذا اليوم؟ اه استقبلوا يعني فرحانين كلش فرح يلا نتمشى لهم؟ يلا خلنا نتمشى خلنا نتمشى لهم كلمة إلها تعالوا شنو قدمتوا ما قدمتوا ها مرحبا انا اللي اقول لكم مرحبا مو انت اللي تقولون مرحبا مرحبا شلون الصحة تعرف حضرتك غسق غسق وهنا انا سرور بنات الحجيه مو شنو قدمتوا لها قالت راح يجيبوا لي هديه قالوا شنو تريدي مناسبه عيد الام اليوم اخذناها فطره وياني راح نسوي لها فد هديه حلوه مفاجاه كل سنه كل سنه انتم كل سنه كل سنه شنو
ما رجعت تسمع شنو راح تقدمي ذاتي. شوف هو الام لو تقدم لها روحها كم قليل. طبعا اكيد هذا يمكن احنا كل احنا نتفق نعم به. لان انت ايش ما ترضي اهلك وايش ما ترضي امك تحس نقص تحس ما راضيهم. شنو تتذكري لها في موقف مؤثر لحد هسه باقي ببالك انه هي سوتها لك؟ امي طول حياتي كانت صديقتي يعني هاي مو لان يعني شاشه واعلام هاي حقيقه. امي طول الوقت طول ما انا بحياتي امي كانت صديقتي يعني بحيث انه احكي لها كل شيء بارتياح احكي شنو اللي يصير بي شنو اللي صادفني. امي من النوع اللي يعني الله يخليها لي ويطول بعمرها. ماما ساندتنا طول فتره حياتنا طول مسيره دراستنا هي المشجعه. انا محاميه اختي مهندسه ثانيه محاميه اثنين مدرسات يعني طول مسيره حياتنا امي كانت الداعم الاول اني فاحنا شنو نقدم لها وشنو نسوي لها ما تكفي. هو قليل يعني قليل بحقها. شنو تتذكري لها؟ دعمتنا هواي. هي اللي وصلتنا. هي اللي تعبت وياني. هي كانت تحثنا على الدراسه وعلى كل شيء. كانت تتمنى نصير فتش ضحي. الام الضحي دائما الضحي دائما دائما. وراح اقول لك فتش شغله حتى لو نكبر نبقى بعدنا يعني نظرها بالضبط يعني الحنينه. لا بس ما ننسى هم البابا. بابا له دور كلش كبير وياني. ابوي الله يحفظه ويطول بعمره ان شاء الله يا رب. ابوي مكمل لامي. ابوي هو السند والخيمه بيتنا. ربي يحفظه ان شاء الله. وخاصه البنيه كلش تعلق بابوها وانا كلش احب ابوي فاتمنى توصلوا له هاي الحب الي. توصل. ربي يحفظكم ان شاء الله ويحفظ الوالد ويخليها لكم ان شاء الله وكل عام وانتم بخير صحه وسلامه. طبعا بالبدايه الله يرحم روح الوالدين. الله يرحم والديك. واكيد اكو من يعوض يعني ان شاء الله. فما اعرف تحب تذكرها بهذا اليوم؟ والله إذا الله يرحمها ويبقيها ان شاء الله رحمه والمغفره. وهي صاحبه مره خادمه الحسين وخادمه اهل البيت وهي مره فقيره راحت الى رحمه الله. ولو هي ما تتعوض بس اكو يعني من يعوض او احد من نعم يشوفها بها. نعم عندي اختي كبيره وطبعا مقابل امي. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا عزيزي. الف شكر.